طيب بسم الله نستأنف. طريقنا يا بدر بادي. خلنا ننط من فوق، نعمل حركة اسمها الوي. خلاص ماذا لدينا هنا؟ خذ اي شيء موجود، هات. في هنا اسلحة؟ شيء ما في اسلحة. هل لدينا هنا شيء؟ اوه طيب. ويه يا سلام، ان شاء الله ما اكون كذا فوت كنوز وشيء في الخلف. والله يبغى لها تسلل، لان النهار بيشوفوني و... يا ربي. جميل جميل، لقينا مكان. طبعا بالفرار بس افر يطلع السلاح كذا توقف. هذا الفرامل حقي. دمر شاحنات النقل المائي الثقيل. يا كثرهم يا رجال. بسم الله. والله حرام عليكم، كل ذا ما جت. يقهرون. امسكوا بين، كنتم ابطال. خلنا نروح الحين للميناء، مدري شو اسمه ذاك. مركبة؟ يلا يلا ما مشكلة، كمل كمل. يا ربي، هل أنا طريقي صحيح أم ماذا؟ إلا لا صح. الميناء، ايوه الميناء. دمر الشحنة الثانية برضو نفس الكلام. ما فينا متفرقعات. نلتف ونأتي بال من الجنب يعني. أبغالي قذائع أو داينامايت أو أشحن السلاح هذا اللي قبل شوي ذخائره راحت. يا رزاق، هذا المكان مغلق لا أستطيع أن أتسلل إليه. أيوة سلاحات ستج. حلو، أعطنا أي سلاح لديك. أقدر أطلع فوق؟ أدق الإنذار بس. دخلت بينهم، دخلت بينهم. سلفج فيا بيورنشتاد كذا. وطقوا يموتوا بس. طلع لا، أرصفة السفن القرية. طيب انا جتني فكره، بدور من ورا. ندور من ورا. ايوه يا سلام، يا سلام عليك ايتها البنوته. خلاص اقدر. ما اقدر والله، مع انه ودي اكبر الدائره. يا رب بازوكا ولا شيء. يلا داينامايتات. ها
شاتجن. سكين ليش ما ياخذه؟ Der reiche Mann sagt, denkst du, du könntest lernen, mich zu lieben, Monika? Durchaus möglich, Georg. Französisch habe ich ja auch gelernt. Hier, verschanzen! كان بقيت واحدة لهذه بس يلا رمتها بالغلط. والله انا ورطت نفسي الصدق. تداوي يا عيني من الله خير، امورش طيبة. لا اله الا الله قنص. خلاص يا ذا الكذاب كيف تقدر تجيبني من هنا؟ انت تداوي بسرعة. تداوي بسرعة. انزل من نيال ما توفى. لا 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 طيب والله اني حزنت على طلقة الدنوات اللي رميتها هذيك، كانت مرة مفيدة. عاد انا من البداية. ما انا مشكلة نعيد من جديد. ناخذ ديناميت، واحدة هنا واحدة هناك. شافوني شافوني. لا 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 هابانس هابانس ايش هابانس. انا داري انهم من وراي بس خلي يموتني، ابغى اخذ الذخيره. اخر لا مو اخر، بحلها ان شاء الله قبل اذان المغرب باذن الله. باقي قرابه نصف ساعه باذن الله على الصلاه. طيب نسوي نفس الخطه. بهدوء ورفق وتركيز. واحدة جوا الشاحنة والثانية ظهر عند السفينة. يبغى لنا اثنين من المتفجرات المتفرقعات. لو فجرناهم في وقت واحد خلاص احنا كذا فزنا حرفيا.
هذا المكان كنز حرفيا كنز. نيدلي خشب ما عاد ياخذ سكين واذا رمى شكله. دمروها لي بالنيابة وخلاص. اي والله دمروها بالنيابة. يا سلام. ايش دراه ايش دراه. لا يا اخي المكان ذاك فيه اثنين. هذاك الثاني هو اللي خرب علينا، هذا اللي قتلنا قبل شوي. يمكن هنا شافنا من ورا وخرب التسلل. واحدة. انا كودي اخليهم مع بعض بس قلت يمكن ما يوصل ما ادري. كيف نتسلل الحين؟ غلطتي في هذا المكان، إلى الآن أنا ما عرفت إيش أسوي، لأني ما خطط، أخطط للأول، الثاني ما خطط له. عشان كذا أعشق الصعب، يغير أماكنهم يا رجال. نحن هذه بنحاول نجيها من وراء. لا علم علينا. طب افجر ذيك عشان ما
ما عاد عرفت. والله يا جماعة لعب الفارة متعب. ممكن امتع. لك والله اذا توترت وخربت الخطة والله ما تعرف طريقك وين وكيف تتصرف وبالغلط تضغط. خلوني اشوفكم بس عشان اطخ بس خلوني اشوفكم. لا تشوفني ولا شيء. فقدوا ها. طيبة هروب التعب. اخيرا شيخ الحين اخر شيء استقرا النقاط الحصيله للاحتلال حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. وينهم هناك طيب هنا الحين من جد يبغى لي السياره. اوه هذه سفينه هل اجد عندها شيئا اقتاد به؟ اوه سبحان الله. دمر ان شاء الله تكفينا يا رب. عندي ذخيرة واحدة. لازم ما نضيع التعب هذا كله. هذا الدينامايت. نلتف من الجوار احسن. والله اني ماني شايف احد يا جدعان. جيت اطخ طلعت شجره. خلاص هذه اخر محاوله استعدادا للصلاه. باقي ربع ساعه تقريبا. ومنها كامل وانا اسجل فخلاص تعبت. لو عندي قضيعة من بعيد سويطا وخلاص. بس خلني اول شيء احدد موقعها. يبدو انها تحت الارض. والله اني داري غلطتي انا اسف.
اعرف 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 غلطتي انا غلطتي انا يا رجال. نستأنف بعد الصلاة بإذن الله. طيب عدنا ليكم. عادني من هنا انا طلعت. نستأنف بسم الله. ايش باقي؟ دمر استخبارات شرطة الولاية. طيب ايش رايكم نصير رايقين شوي و نفتش البيوت؟ يا سلام الله، ما هذا البيت السعيد الجميل. هذا المطبخ، الإطلالة. يدخل واحد من هنا يعلق أغراضه. بيت متواضع وصغير طبعا، تصميمه ما هو كذا في الحقيقة أكيد، بس المصمم ينسخ وبس. فاضي، توقعت اني بلقى عدة وعتاد. نزلنا نكمل طريقنا الى الامام. مين هوبا؟ ما ادري ايش يقول هوبا، ايش معناها؟ ما ادري، نسيت مو نسيت ما سوالف ينكتون، ما يدرون اني بعد شوية بسر عليهم اخس مسرة. يا اخي ابغى مكان مرتفع عشان استخدم المنظار، عشان اطلع اماكن الاسلحة، عشان اشحن اسلحتي. في هنا دايناميت. فجأة اختفى الجنود، يا سبحان الله. معلش يا بنوتة انزلي من هنا. نداري. طيب عليك. وينو؟ الو ايش غير مليا يا الو؟ يشغلني وش اضغط هذا الزر؟ كان ايش الخبط؟ لسه ما تعودت. زائد ملابسهم ما شاء الله، هذا دليل انه بالفعل يعني كان الالمانيين متنكرين. ما اقول انه اوه مره ما ينكفي شو، بس من جد زي هذا ما شفته. هل شفتوه؟ احد شافه؟ ما حد شاف. اذا شفتوه فانتم دقيقوا الملاحظه، ممكن عشان انا العب اللي يلعب ينشغل باله، زي لما تلعب لعبه رعب. اللي يتابع ما يخاف زي اللي يلعب، لانه هو يحس نفسه في نفس المأزق. هنا لا يكون في قبو تحت. صور الشاشة ولا وش اسوي؟ ايه بصور الشاشة بس.
سيه هيا انطلقي. Det er mer igjen. Jeg må komme inn i bunkersen. Alarm! Ich habe eins. واحد خرب علينا. Das ist nicht gut. مدري وش هو. امسكوه بين كنتم ابطالا. الله 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 الله. شادين حيلهم. يا جماعة ترونها بنت. هنا هنا المشكلة إنه يعني إذا مسكوها نقول يا أخي بنت وإذا سابوها خربت عليهم زي البسوس